غيره. غيره. معانا فيديو لمدام امال السينما المصريه. امال؟ مدام امال الفنانه ناديه الجندي. أوكي. لما كان في فيلم 48 ساعه في اسرائيل كلها. مدام امال اتفضل. نعم. الفيديو ايه؟ ده فيديو طبعا احنا بقالنا كتير جدا ما شفناش استاذه ناديه الجندي. ايوه. مع الفنان وحبيبتي وحبيبتي انا كمان وحبيبتي المصريين كلهم. اوعى. والله لا ده انا بعشقها. حاجه حلوه يعني؟ جدا. حاجه ايجابيه حلوه؟ جدا. دي مزه السينما المصريه ناديه الجندي. كان ليها رقصه مع الفنان راغب علامه في احد الافراح. شوفي بقى الجميله اللي ما بتكبرش. طيب. وهي بترقص. يلا يلا نشوف. اتفضلوا يا جماعه. انا نفسي بس يا ضياء اسالها سؤال. الفنانه العظيمه ناديه الجندي، انت بتعملي في نفسك ايه؟ انت بتعملي في نفسك ايه؟ شياكه وجمال وحلاوه ما شاء الله، يعني مش بحسد، وروح حلوه وخفه، وايه ايه في ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا شيخه؟ بتعملي ايه يا شيخه؟ يا شيخه بتعملي ايه؟ هو راغب علامه اصلا ساب الفرح وساب الاغنيه بتاعته وساب الاوردر بتاعه وركز مع ناديه الجندي. هل احلى من كده؟ تركيز فين؟ وفستانها جميل وتسريحه شعرها حلوه، ست رايقه. رايقه صح؟ عارف الكلمه دي منين؟ عرفت من كلمه رايقه دي؟ بس من غير عصيان. من غير عصيان. لا وبعدين الرقصه بتاعتها شبه الرقصه بتاعت 48 ساعه في اسرائيل، اللي هي هوبا ترارارا هوبا ترارارا. انت عارف نفس الاداء ما اتغيرش. انت متابع يا ضياء؟ طبعا. وحد ما يعرفش افلام ناديه الجندي. لا بس جيلك الواحد يعني يقول ما بيتابعش الافلام دي، ما بيتفرجش على النوعيه دي أكتر من ناس الافلام. تابعنا الافلام دي وسفينا على الافلام دي يعني. طيب. على العموم يعني بجد شابوه الفنانه العظيمه ناديه الجندي. طب وشابوه ليا. طيب. طب انا غلبان يعني. كمل. ماليش غير العصاية. نصيبي العصاية. طيب. ايه موضوع التاخير يا جماعه؟ احنا في مدرسه. جاي قبل الحلقه ب 10 دقائق. صح. ده انا باجي قبلها بساعتين. صح. تخيلوا بقى، شوف البلطجه اللي انا فيها. طب ابقى اعملها تاني. متاسف جدا. طيب.